صفحة الدوري العام، واحنا بنعلن لكم او بنقول لكم جدول الدوري بعد نهاية 34 مباراة لكل الفرق. الاهلي بطل للدوري العام ب 83 نقطة بفارق 10 نقاط عن بيراميدز. الاهلي اقوى هجوم ب 63 هدف وعليه 13 هدف منهم 6 اهداف في اخر 5 مباريات. بيراميدز المركز الثاني، اقوى ثاني اقوى هجوم وثاني اقوى ثالث اقوى دفاع، لان فيوتشر ثاني اقوى دفاع ب 23 هدف، بيراميدز 24 هدف. ثم الزمالك في المركز الثالث، فيوتشر الرابع، مصري خامس، ام بي سادس، قالوا العرب سابع، والاتحاد السكندري في المركز الثامن، فاركو في المركز التاسع، سموحه في المركز العاشر، اسماعيلي في المركز ال11، بنك الاهلي المركز ال12، سيراميكا 13، طلائع الجيش 14، الداخليه 15، واللي صادفهم سوء البخت والحظ كان اسوان وغزل المحله والدخل وحرس الحدود اللي هبطوا الى القسم الثاني. خلينا نتكلم على الحصاد بشكل عام، لك الكلمه يا اسلام. بص يا كابتن، يمكن السنه دي لما تتكلم عن افضل لعيبه في الدوري عامه، نعم، في مجموعه كبيره من اللعيبه برزت بخلاف لعيبه النادي الاهلي. يعني انت تقدر النهارده دايما لما تيجي في كل مركز او في كل خط من خطوط الفريق هتلاقي مجموعه من لعيبه النادي الاهلي كانت هي الابرز. صحيح. على الاطلاق في كل المراكز يعني، لكن في لعيبه برزت في الدوري بشكل كبير. زيزو وتعلقه الشديد جدا مع الزمالك في وقت الموسم، انت في الاستفتاء يعني احنا زيزو يعني. احنا هنتكلم، نعم، في الاستفتاء يعني ان بعد ما صفينا الخمسه لثلاثة بالظبط زيزو من ضمن الثلاثه طبعا يعني يمكن حاصد كمان المركز الثاني من ضمن الثلاثه. نعم، زيزو واحد من اللعيبه البرزت. نقطه مهمه جدا بشوفها ان هداف الدوري هو مابولولو من الاتحاد السكندري، دي نقطه مهمه جدا. الراجل هداف الدوري عامل موسم كبير جدا. ان في اتنين لعيبه من الهدافين بتوع الدوري فرقهم نزلت درجه ثانيه، محمد حمدي زكي من اسوان، احمد الشيخ في غزل المحله، محمد حمدي 12 بالظبط، واحمد حمدي 11، احمد الشيخ اعتقد أحمد 11 الشيخ اسف 11 بالتساوي مع محمد، نعم، شريف 11، نعم. زيزو هو تاني هدافين الدوري اعتقد 13 هدف، نعم. لعيب واحد من الزمالك، لعيب واحد من الاهلي عدى ال 10 اهداف، ودي نقطه مهمه جدا. والباقي اسوان، المحله، ومعاهم اللعيب الثالث اللي 16 هدف، زيزو 13، محمد حمدي 12، الشيخ 11، شريف 11، احمد امين اوف 10، وفخري لكاي 10. مظبوط، نعم. واحد من مفاجآت الدوري احمد امين اوفا طبعا، واحد من اللعيبه المهمه جدا، وانا بشوف ان هو اوبشن وخيار محلي كويس جدا لاي حد عايز مهاجم قوي اذا يحسب للكابتن احمد كشري. مليون في المية، نعم، مليون في المية. اوفا راح سيراميكا ما كانش، نعم، موفق، اما راح ام بي راجل نور جدا جدا جدا. لا، الشرايات دخان نورته طبعا السنه اللي فاتت، انتقل على ام بي موسم هايل، وكان الاختيارات قدام كشري قليله جدا، خد اوفا وخد احمد عيد. مظبوط، احمد عيد الانديه ما كانتش عايزاه النهارده، بقى في خناقه عليه. احمد عيد وحقيقه عامل خلي بالك حضرتك، احمد عيد، اوفا، محمد حمدي، نعم، كالوشا سنتر باك، ام بي واحد من احسن اللعيبه، نعم، البارزين هو واحمد حكم في الخط الدفاعي، طبعا رفيق كابو واحد من اللعيبه المهمه جدا، نعم، علي فوزي، في قوام كده خمس ست لعيبه في ام بي لعيبه كويسه جدا، نعم، ومنورين جدا جدا. ولكن احنا في الاخر عملنا شكل تشكيل كده كتشكيل، نعم، موسم يعني جلد. ممكن هنبقى نعرضه على الشاشه الشكل العام للتشكيل، وحاولنا كمان نحط فيه احتياطي عشان نوسع القاعده. الواحد اجتهد على قد ما يقدر ان هو يروح للتشكيل، طبعا كل الاحترام لوجهات النظر، لكن في، نعم، لعيبه اعتقد مش هنختلف عليها.